هنتواصل مع بعض مشاهدينا ونعرف آرائهم إيه فيما يتصل بالمشهد اللي احنا شايفينه الليلة دي، واللي لم يكن في الحسبان ان احنا هنستمر في هذه التغطية، لأن موضوع حصل بشكل يعني مفاجئ بالنسبة لنا على الأقل، وكان نتيجة إلقاء القبض على بعض الشباب المحتج على مسألة قانون التظاهر الجديد. ناخد من الأول من القاهرة عصام، نبدأ مع عصام. مساء الخير يا عصام. مساء الخير يا أستاذ معتز، أهلا بيك، تفضل. اترك لي بس دقيقة واحدة، أنا مش هطول على حضرتك، بس اللي أنا عايز أقوله أن ده شيء متوقع من حكومة البلاوي، الحكومة المرتبكة اللي هي من ساعة ما جت وبتصدر قرارات عشوائية متخبطة، وده آخرها. يعني النهاردة الناس بتطالب بإقالة وزير الداخلية اللي مفروض من زمان أصلا كان مفروض يقال، لأنه هو ده وزير داخلية محمد مرسي. للأسف الشديد ان بيصدر قانون تظاهر، قانون عبث يا استاذ معتز، انا مش هعلق عليه، بس يكفيني انك انت راجل محاور جيد ان اقول لك الماده العاشرة اللي بتدل على العشوائيه والهمجيه وعدد الفزاعه النهارده. انا بطلع قانون ليه؟ عشان خاطر الاخوان المسلمين. كل حاجه عايزين يعملوها فيها كابتن الحريات يخوفونا بالاخوان المسلمين. القانون ده بيقضي على حريه التظاهر، وبيدي الحق لمدير الامن في الماده العاشرة ان يقول لك اذا كان عنده معلومات جديه على ما يهدد الامن يلغي الاجتماع او المظاهره. طب مين اللي يقول كده؟ يعني دي بطرقه المعيار، هو طب ما هو اللي بيخلق التحريات، وهو اللي بيصنع التحريات، وهو اللي يقدر يقول انه يصنع دليل بنفسه يقول ان انا عندي تحريات تفيد بان المظاهره هتهدد الامن القومي او هتهدد الامن وسلمه، عشان كده لغيتها. فين الرقيب عليه؟ يبقى ممنوع. وبعدين انت عندك في قانون العقوبات اللي بيكفل انك انت تعاقب اي حد يخرج عن الاطار القانون، بتعمل لي قانون للتظاهر. طب انت شايف يا عصام، انه السبيل الامثل للتعامل مع المظاهرات اللي ساعات بتخرج عن السلمية، ساعات بتخرج عن الإطار المسموح به، ساعات بيبقى فيه مهاجمات لمنشآت عامة في الدولة، ساعات بيبقى فيه تعطيل لطرق أو تعطيل لمصالح، تعطيل لمرافق عامة زي المترو، زي الطرق أو الميادين أو حركة المرور، التعامل معها يبقى إزاي من وجهة نظرك؟ يا أستاذ معتز، القانون 10 كل الناس القانونيين اللي سمعانا يعرفوا جيدا ان عندك التجمهر، القانون 10 سنة 1914 في مواد عقابية على التجمهر من اكثر من 5 اشخاص اذا عرضوا الامن والسلم وقطعوا طرق او خلافه، وعقوبات مغلظة. المادة 375 مقرر بتتكلم عن استعراض القوة والعنف من اي شخص في الشارع اتجاه الامن. قانون العقوبات فيه المواد اللي بتغلظ وتجرم وتؤثم اي عمل من هذه الاعمال. انا مش ناقص ان طب عشان نخرج من الازمه اللي احنا فيها دلوقتي، تقترح ايه؟ الحكومه تتراجع، يتلغي القانون؟ اولا يلغى قانون التظاهر، ان السيد المحترم وزير الداخليه محمد بيه دراكولا بيه ابراهيم. لا 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 لا, لا, لا بقول لك يا عصام، انا ما بحبش، انت عارفني ما بحبش ان انا اقعد اسمي دراكولا، وما حبش التجاوز. انت ما حدش قال عليك حاجه، ما تقولش حاجه على حد، خلينا نكون منضبطين وعندنا مسؤوليه، واحنا بنعمل برامج بيشوفها الملايين. شكرا لعصام من القاهره، ومقدر انك انت تحت ضغط طبعا ومتضايق زينا كلنا، بس يعني ما يقولش طبعا ولا اوصاف ولا شيء من هذا القبيل. الوزير ده على فكره بالمناسبه انا ما عنديش اي علاقه بتربطني بيه، ولكن الدفاع عن المبدا، لان احنا كلنا مواطنين مصريين ونستحق الاحترام حتى لو في اختلاف في الرأي. قلنا الكلام ده مرة واثنين وثلاثة وعشرين مرة. جيهان من اكتوبر، رأيك ايه في المشهد؟ مساء الخير. مساء النور. بص، انا ما بطلش غير حاجة واحدة بس، ايه؟ بص، ان احنا نطبق القانون، قانون عقوبات، قانون المتظاهرات، اي قانون. البلد بالمنظر ده مش نافع، كل يوم مظاهرات وكل يوم ضرب وكل يوم، ما ينفعش الوضع بالشكل ده. يعني شايفة ان تطبيق قانون التظاهر ده يعني ممكن يهدي الشارع، ولا حصل اثر عكسي نتيجة؟ لا لا لا، هو الاثر العكسي حاصل من قبليه ومن بعديه، لان هي مفيش نية ان اللي بيعملوا مظاهرات دي ان هم يبطلوا مظاهرات، مفيش نية ان هم يتوقفوا عن المظاهرات. طب المطالب بتاعتهم يا جيهان، زي مثلا سرعة الافراج عن المعتقلين، زي وقف قانون التظاهر، زي اقالة وزير الداخلية، مطالب مشروعة؟ في قضايا شغالة،
هو صندوق افتح منه واطلع سرعه القضاء وسرعه القضاء سرعه القضاء. في قانون، في قضايا شغاله، مش في قضايا شغاله، في قضايا شغاله اه، بس هناك بطء في اجراءات التقاضي زي ما كلنا عارفين. حضرتك ممكن بطء والحاجات دي، نطالب ان احنا نسرع ماشي وكل حاجه، لكن مش ده انا هعمل مظاهره هيقوم يفتح لي صندوق يطلع لي منه حكم ببراءه دوت او ان دوت ما عملش او دوت عمل. مش صندوق، هو مش صندوق هيتفتح كده وخلاص بخ يلا كله هيطلع. لا بخ ايه؟ طيب انا شكرا يا جيهان على المداخله، وهروح لمتصل اخر معايا نجاح من المحله. نجاح مساء الخير. ازاي حضرتك استاذ معتز؟ اهلا وسهلا، كله تمام، بس طبعا مش عايز اشوف الدنيا بايظه كده، نفسي الدنيا تستقر يا نجاح. الله يخلي، انا مديره مدرسه في المحله الكبرى، مديره مدرسه ثانوي تجاري. اه اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. بقول لحضرتك يعني أيه. هو دلوقتي وزير الداخليه هو جهه تنفيذيه ولا هي اللي بتسن قوانين؟ ده جهه تنفيذيه. طيب كل الناس متحامله عليه ليه؟ مش هو ده برضه وزير الداخليه اللي فضلنا اعتصام رابعه وهو اللي شارك في النهضه وهو اللي بيحمينا مع الجيش؟ هو النهارده يعني لما تكون الحاجه وحشه يبقى هو وزير الداخليه هو الايد اللي بتطش في البلد؟ ربما يا نجاح ربما يبقى في يعني حساسيه معينه من قبل الشباب الثوار وما بين الداخلية بشكل عام يعني. بس احنا دلوقتي في مفترق طرق يا استاذ معتز. أيوة. وعايزين البلد تمشي. انا بخش مدرستي المدرسة بقت مقسومة اتنين، النهاردة ما عنديش استعداد اخش الاقي المدرسة مقسومة تلاتة واربعة. يعني انا لما اروح بكرة الاقي ناس ده حركة ستة ابريل عملت كذا والداخلية عملوا فيها كذا والاخوان في صفة وبقية الناس في صفة. تخيل منظر زي ده او مشهد زي ده كمدير مدرسه اتعامل معاهم ازاي؟ لا طبعا انت طبعا نشوف إن انت في انت في وضع ما تحسديش عليه، لا تحسدي عليه، ربنا معاكي وصوتك وصل والرساله واضحه. شكرا لنجاح من المحله وهي مديره مدرسه زي ما بتقول فني تجاري لو انا مش غلطان. محمد من بورسعيد متصل اخر، مساء الخير يا محمد، رايك ايه في اللي بيحصل؟ مساء الخير يا استاذ معتز. انا وسهلا. بقول لسيادتك ايه؟ اتفضل يا فندم. هل احنا كلنا بنحب مصر؟ انا بسال سؤال، هل الناس دي بتحب مصر فعلا؟ لو بتحب مصر ايوه ما تعملش كده، ما تعملش كده ابدا. ما فيش حاجه اسمها نشطاء وسافيين وبتاع، احنا نخاف على البلد. ايوه. هل الفريق اول اللي ربنا يبارك فيه، هل لما حط رقبته على صنايعي مش كان ممكن يعدموه؟ هل هو غلط ان هو عمل كده للشعب ده؟ هل الشعب ده ما يستحق الثوره؟ الله، ما نخاف بقى ونسكت. احنا بنحط قانون التظاهر عشان يحمي البلد الفتره دي، بعد ما نعدي من عنق الزجاجه نلغيه يا اخي، نوقفه. طب انت شايف توقيت القانون ده ولا ليه حد في الجيش؟ شايف التوقيت مناسب يا محمد؟ اديني فرصه بس. شايف التوقيت مناسب؟ انا بديك فرصه وبسالك. آه. ايوه التوقيت مناسب. احنا كل يوم وطي التلفزيون والنبي يا محمد لو سمحت. نعم وطي بس التلفزيون لو سمحت عشان نعرف نسمع بعض. ماشي. احنا كل يوم بنسمع الجيش مات منهم سبع، الشرطه مات منهم خمسه، اتضرب في كمين مش عارف ايه. الله، طب فين حقوق انسان؟ فين حقوق انسان ايام مرسي؟ الله، دولش. انا مش عايز اقول حاجه انت بتزعل منها، لكن انا معروفين وبيندسوا في وسطهم. احنا في لازم شعارنا حب ارض مصر. تمام. نرجع الى ايام زمن عبد الناصر كان في انتماء، النهارده مفيش انتماء. انا بشوف طلعت حرب اللي انا كنت احب اتمتع فيه، احب امشي فيه، احب كده، عايز انام فيه على الارض. الارض أيوة. كانت نظيفه هو مكان جميل، إيه مكان ده؟ رائع بصراحه. ايه هو ده يخرق؟ اقول ايه بس؟ انا مش لا لا, لا 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 انا وصلت الرساله وانا عارف، انا فاهم انت عايز تقول ايه، انا اقدر اتخيل انت عايز تقول ايه. والله اللي بكلمه اللي بتبدا بالخه دي وبعديها ر. طيب شكرا لمحمد من بورسعيد. هاخد متصل كمان وبعدين نتوقف عند فاصل إعلاني ونرجع نتلقى مزيد من اتصالات السادة المشاهدين حول المشهد السياسي في الشارع المصري النهاردة 26 نوفمبر 2013. مشهد الحقيقة مؤسف بكل المعايير. شيرين من الجيزة، رأيك إيه في اللي بيحصل؟ مساء الخير. مساء الخير يا معتز. أهلا وسهلا.
انا شيرين صبري، انا كنت صحفيه في مؤسسه دار الوطن للطباعه والنشر، ومن فتره احنا يعني سعدت ان انا قابلتك لما في زيارتك للكويت. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عزيزي. وجيت مصر حقيقي، وبعد ما قدمت استقالتي علشان خاطر يعني حسيت ان البلد اولى بالشباب بتاعها والشابات بتوعها. أي. ان هم ينهضوا بيها ويقوموا بيها، لان احنا كنا بنعاني يعني في فتره النظام السابق، انا بتكلم عن نظام الرئيس مبارك، من تبعيات الواسطه، وان احنا كشباب مش لاقيين فرصتنا الى اخر البرستيجوس او الملابسات اللي انت عارفها واللي احنا كلنا عارفينها ومتابعينها. فشفت عايزك تعقبيني بعد اذنك شيرين عن المشهد اللي انا عامل برنامجي عليه كله النهارده. انا مش عايزه اطول عليك، هو سريعا بس انا بحكي لك التبعيات كلها اللي وصلتنا للمرحله اللي احنا فيها دي، ان احنا من الاساس كنا عايزين تغيير. بالنسبه لقانون التظاهر او المشهد اللي انت تفضلت انك بتناقشه النهارده في البرنامج الجميل بتاعك، بحييك عليه. مشكور. يا معتز، الداخليه وانت سيد العارفين فيها ادارتين كاملتين، واحده اسمها اداره مكافحه الشغب والتانية اسمها إدارة مكافحة التطرف. هل وسط إدارة مكافحة الشغب وهي المعنية بالمشهد الحالي، أنا محتاجة إن أنا يكون عندي في البلد قانون بيقمع الحريات زي قانون حظر التظاهر؟ يعني تحت أنهي منطق؟ طب أنا بأفوض الداخلية للتعامل المباشر مع المتظاهر أو المضرب بأي حق، والداخلية أصلا عندها إدارة كاملة اسمها إدارة مكافحة الشغب. يعني انا لو تظاهرت او قمت بحقي اللي هو حق اللي بيكفلوا لي الدستور المصري، او حقي اللي بيكفلوا لي الدستور المصري اللي هو حق المواطن ان انا اعبر عن وضع معين انا بعترض عليه في البلد، وقمت باضراب سلمي، اوكي، هل يعني تفوض الداخليه للتعامل معايا بالغازات المثيره للدموع والتعامل معايا بخراطيم رش الميه؟ طب ليه؟ واخد اذن اصلا ليه من الداخليه وانا عايزه اعبر عن وضع مش عاجبني في البلد؟ فاذا افهم من كلامك انك معارضه لاصدار قانون تظاهر جديد زي اللي اقر ويعني تم العمل به وتنفيذه، واحنا اللي احنا بسبب تنفيذه والاعتراض عليه شايفين المشهد اللي احنا بننقله على الهواء مباشرة من ميدان طلعت حرب. وصلت النقطة، وشكرا ليكي على المشاركة معنا. شيرين من الجيزة، واتكلمت هي ومجموعة من المتصلين، واحنا ان شاء الله هنستقبل مزيد من الاتصالات الهاتفية، والموضوع هو كيف ترى المشهد في الشارع المصري النهاردة، وبالذات بعد المناوشات اللي بتحصل حاليا اللي بننقلها بالصوت والصورة من ميدان طلعت حرب بالقاهرة.